أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا استعادة السيطرة على بلدة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس. هذا وتعد سيطرة حكومة الوفاق على غريان تحولا نوعيا في مجرى المعارك قرب العاصمة الليبية، لما كان لغريان من دور في خطوط إمداد قوات حفتر التي تحاول اجتياح العاصمة متجاهلة كل ما وقع بين الفرقاء الليبيين من اتفاقات وتفاهمات. ملابسهم، أغطيتهم، أحذيتهم، ذاك ما تبقى من أثرهم. هو إذن منعطف في مسار الحرب. حفتر يخسر غريان. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن رسميا تحرير المدينة. هي ذاتها غريان التي منها بدأ حفتر منذ 3 أشهر خلت هجوما على طرابلس عنوانه الفتح المبين. هجوم أراد له حفتر أن يكون خاطفا سريعا ناجزا، فصدق فيه ما قاله صديقه وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون عنه من أنه متسرع بعض الشيء، وربما كان التسرع سببا في سوء تقدير حفتر لقوة معسكر الوفاق. هذا الأخير كان يظهر من اللين والمرونة ما يخفي من قوة بات حفتر وشركاؤه يعلمون تمام العلم مداها. التحم أهالي غريان اليوم مع قوات جيشنا الباسلة وسيطروا في عملية خاطفة على مناطق القواسم وأبو شيبة، ثم توغلوا إلى وسط المدينة وبسطوا السيطرة على كافة مرافقها. فقد حفتر غريان أحد معقلين اثنين لقواته غرب ليبيا، تاركا وراءه أسرى بعضهم ليبي وبعضهم الآخر مرتزقة من جنسية إفريقية، ومخلفا وراءه قتلى بالعشرات ضاقت بهم ثلاجة مستشفى غريان. ليثبت راسخا ما كشفت عنه الأسابيع الأخيرة من فقدان حفتر تماما لزمام المبادرة العسكرية جنوب طرابلس واكتفاء قواته هناك بصد هجمة قوات الوفاق. أنا أعتقد لو بإذن الله يتم الإنهاء عملية كرامة ومشروحة سوف تستقر ليبيا إلى حد كبير. ما وقع في غريان فاصل في حديث الحرب، فما قبل انكشاف أن حفتر ليس بالقوة التي يدعيها لن يكون كما بعده يقول متابعون. سيتعين ربما على مدن ترهونة وصبراطة وصرمان التي ناصرت هجوم حفتر على العاصمة ودعمته أن تراجع حسابات التموقع والتأييد. ليس أصدقاء حفتر في الداخل وحدهم معنيون بهذه المراجعة، ربما أصدقاؤه في الخارج كذلك. خلال 80 يوما هي عمر حرب حفتر على طرابلس. لم تفتك حكومة الوفاق زمام المبادرة العسكرية وحسب، بل احتكرتها. في المقابل بدت قوة حفتر غرب البلاد آخذة في التضاؤل، حتى بات استمرار حربها على طرابلس محل تشكيك. خليل سعيد، العربي، طرابلس، ليبيا. وينضم إلينا من طرابلس جمال عبد المطلب الكاتب السياسي. سيد جمال، دعني أسألك بداية عن القيمة الاستراتيجية لمثل هذا الحدث، وأعني هنا طبعا استرداد مدينة غريان في سياق الأزمة الحاصلة بين الطرفين الوفاق وقوات حفتر. أهلا وسهلا، سؤال مهم جدا، قيمة استراتيجية مهمة جدا، لأن غريان كما أشرتم في تقريركم قريبة من طرابلس. أنتم أشرتم وقلتوا 100 كيلو، هي 80 كيلو أقل ب20 كيلو، وهي عاصمة الجبل، هي الحاضرة الكبرى في الجبل الغربي جبل نفوسة، ومحافظة من محافظات ليبيا من إبان عصر المملكة، ومتحضرة وتتميز بتعليم، نسبة التعليم في أولادها عالي، ورجال أعمال في طرابلس. مدينة مهمة جدا، حفتر لم يجمع معلومات عنها قبل أن يدخل إليها. لا يمكن أن تقبل غريان العسكر والبداوة والأعراب والعنف. غريان راقية جدا، ثم إنها شقيقة لطرابلس، توأم طرابلس، وبالتالي سقوط غريان في يد حكومة الوفاق وتحريرها من قبل أولادها، هم اللي تحركوا فيها رجالات غريان ونساءها وشبابها، ودعمتهم حكومة الوفاق، ضربة وصفعة قوية جدا لقوات حفتر سوف تتلوها
فعلا سيد جمال، نعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وصف هذه العملية بأنه بداية إحباط للعملية الانقلابية التي قام بها حفتر كما وصفه، ولكن ألا تجد أن في ذلك شيئا ربما من التعبئة المعنوية الزائدة قليلا على مدلولات الحدث؟ نعم، الأمور لم تحسم بعد. لماذا؟ هي أنا أراها بداية النهاية، بداية النهاية. قد تكون النهاية ليست سريعة ولكنها ضربة قاسمة، لأن غرفة العمليات هناك في غريان، ويعني منطقة خط إمداد لقوات حفتر اللي موجودة على مشارف طرابلس، ثم إن قوى القادة التابعين لحفتر تخلوا عن جنودهم، وبالتالي سوف تؤثر هذه العملية على معنويات. والآن نحن في عصر الفيديوهات وفي عصر السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، والأخبار تنتشر انتشار النار في الهشيم، ووصلت الأخبار لقوات حفتر في كل مكان في ترهونة وعلى مشارف طرابلس. هل تؤثر فقط على المعنويات؟ ماذا عن تأثيرها أو إسهامها ربما في تقريب فرص الحل التي انهارت، أو دعنا نقول تراجعت، بمجرد مهاجمة حفتر لطرابلس؟ نعم، هي تؤثر على جميع الصعد، ولكن أستطيع أن أقول لكم باعتبارنا متتبعين لشخصية حفتر منذ أن هزيمته في تشاد وأسره، هذا الرجل يعاني من إدمان الفشل، يعاني من عقدة الهزيمة، يبحث عن نصر وهمي، لا يمكن أن يستسلم ما دام، ليس لأنه صلب الإرادة والعزيمة وعند هدف، لكن ما دام هو مدعوم من الدول الإقليمية، الإمارات، مصر، السعودية، ما دام عنده قوات تقاتل، ما دام عنده مدرعات، أموال، سيستمر إلى آخر لحظة، لأنه وصل إلى نقطة اللا عودة، ولأنه ما لم يرغم من قوى دولية أو يهزم هزيمة كاملة من حكومة الوفاق. وبالتالي مسألة الجلوس على الطاولة، مسألة الحل السلمي، ما زال بعيدا يعني. شكرا جزيلا لك. أصلا لن يجلس معه أحد. شكرا جزيلا لك جمال عبد المطلب، الكاتب السياسي من طرابلس.